أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العلم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام قال ربي أنى وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا
نبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا فناداها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون يا قال إني عبد الله
إذا تتلى عليهم
فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.